ده الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في إميرج أفريكا بالعربي. إن شاء الله النهاردة في ورشة جديدة معانا من أهم الورش اللي هنشتغل عليها في موضوع مهم جدا. هيكون معانا فيها دكتور أحمد تلالي، والدكتور أحمد تلالي بيشغل حاليا منصب المدير المشارك لمختبر الموارد التعليمية المفتوحة بمعهد التعلم الذكي بجامعة بكين للمعلمين، والمحرر المساعد في IEEE. والدكتور تلالي هو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة الاهتمامات الخاصة في IEEE حول الذكاء الاصطناعي وبيئات التعلم الذكية ومجموعات E-Base ذات الاهتمامات الخاصة حول الألعاب التعليمية والتعلم القائم على الألعاب. بحب أنقل ترحاب للدكتور أحمد بوجوده معنا وموافقته على مشاركته إن هو يشارك معنا في أحد ورش إيميرج أفريكا التطوعية، إن هو يكون موجود معنا. كل الشكر والتقدير له، وكل الشكر والتقدير لحضراتكم على وجودكم معنا في ورشة جديدة من ورش إيميرج أفريكا بالعربي. وبحب أنقل لكم تحيات الفريق كامل، وكل عام وانتم طيبين. يا جماعة متأخرة شوية، بس هو دي أول ورشة بعد العيد، حابين نكون فاكهة. دكتور أحمد نبدأ بيه في أول العيد، أول حاجة بعد العيد إن شاء الله. أنا بنقل المايك دلوقتي حالا لدكتور أحمد، وبشكره جدا على وجوده معانا، وبشكره جدا على إتاحته لينا إن هو يكون ضيف، يعني يشرفنا بوجوده معانا في الوقت الحالي. دكتور أحمد المايك مع حضرتك يا فندم. الله يخليك، الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على هذه الدعوة التي يسعدني قبولها بكل فخر واعتزاز. اليوم إن شاء الله في هذه الورشة راح نحكي على موضوع مهم ومهم جدا على الأقل لشخصي وفي العالم، اللي هو الألعاب التعليمية وأنظمة التلعيب. في الأهداف نتاع الورشة هذه راح أولا نتعرف على مفهوم الألعاب التعليمية أو بما يعبر عنه بالـ Educational Games، ثم راح نحكي على الجيميفيكيشن أو بما يعبر عنه أنظمة التلعيب، ثم راح نتحدث على الاختلاف ولا الفرق بين الإدوكيشنال جيمز والجيميفيكيشن، يعني شو الفرق بين أنظمة التلعيب والألعاب التعليمية، يعني اللي هو الفرق بسيط وبسيط جدا، لكن في الليترشر عديد المشاكل التي لا يوجد فرق، يعني ما بيخلطوا بين أنظمة التلعيب والألعاب التعليمية. وبعدين راح إن شاء الله نشوف نستعمل محرك البحث اللي هو Construct 2، ونحاول مع بعضنا نعمل لعبة صغيرة جدا لتعلم البيزك سكيلز، يعني المهارات البدائية لتعلم الجيم ديفلوبمنت. نبدأ أول صورة كما تشوفون اللي هي العائدات متاع الألعاب الإلكترونية. يعني كما تعرفون الألعاب الإلكترونية قاعدة تحقق في مرابيح مهمة ومهمة جدا على المستوى العالمي. مثلا نلاحظ في آسيا بصفة عامة نسبة العائدات اللي هي 72 بليون دولار، يعني اللي هي عائدات رهيبة ورهيبة جدا، في حين أنه نلاحظ مثلا في نورث أمريكا وفي اللاتين أمريكا اللي هي العائدات تصل إلى حتى 40 بليون دولار. يعني لهنا نشوفوا أهمية الألعاب الإلكترونية في عصرنا الحالي. في جملة ديما نقولها أنا للطلبة بتاعي، يعني قبل 30 و 35 سنة لما الأبوين بيسألوا الطفل شو تحب تكون في المستقبل، الطفل بيكون يقول طبيب، محامي، مهندس، لاعب كرة قدم. لكن الآن لما تسأل الطفل شو تحلم تكون، ينجم يجاوبك يقول لك لاعب ألعاب فيديو محترف. يعني شو الفرق؟ الآن لاعب ألعاب فيديو محترف أصبحت مهنة. ولهنا نجم نلاحظ مثلا الأهمية البلاتفورمز مثل اليوتيوب، مثل التويتش، مثل ميكسر، يعني قاعدين نشوفه في عديد المنصات الموجودة أونلاين، وأين يمكن للشخص أنه يبث مقاطع فيديو وهو يلعب ألعاب فيديو ويكون عنده مدخول قار شهرين، واللي هو يكون مدخول محترم ومحترم جدا. يعني لهنا نلاحظوا كيف أن الألعاب الإلكترونية أو الألعاب الإلكترونية نعم بصفة عامة غيرت مجرى حياتنا وغيرت أهميتنا وغيرت حتى سوق الشغل. يعني كي نحكيه على 80 بليون دولار، نعني نحكيه على يعني شركات كبيرة ومهارات كبيرة، وفما يعني عديد
الجوبز الوظائف الموجودة للألعاب الإلكترونية. مثلا نلاحظ أيضا في الشكل الثاني اللي هو مقدم من Global Games Market، نلاحظ بالشكل الأزرق اللي هما Smart Phones أو الأجهزة الذكية. نلاحظ الأجهزة الذكية من 2018 اللي هي كانت ب 35%، اللي هي في 2022 ستصبح 41%. يعني هوني نلاحظ مدى ارتباط التكنولوجيا بالألعاب الإلكترونية. شو يعني؟ يعني الآن نحن في عصر الهواتف الذكية. الهواتف الذكية يعني كل شخص يملك هاتف ذكي، كل شخص بيستعمل أجهزة الأندرويد، أجهزة الآيفون، بيستعمل اللوحات الذكية أو بما يعبر عنه التابلتس. يعني الآن السوق ولا مهتم أكثر أن يوفر ألعاب إلكترونية للمنصات هذه، لذلك أنه حتى للألعاب الإلكترونية قاعدة تتغير بتغير التكنولوجيا وبتطور التكنولوجيا. في حين نلاحظ مثلا اللي هو بالشكل الأخضر، بالشكل الأخضر اللي هو البراوزر بي سي، يعني اللي هي بتشتغل أونلاين مثل جوجل كروم ولا الفايرفوكس. نلاحظ أنه هل نوعية الألعاب هذه قاعدة تنقص شيئا فشيئا، من 3% مثلا سنة 2018 إلى ستصبح إلى 1% سنة 2022. يعني لهنا خلاص القول نلاحظ أول شيء اللي هو أهمية الألعاب الإلكترونية. الآن ما زلنا نحكيه على الألعاب الإلكترونية وليس الألعاب التعليمية، يعني الآن نحكيه على أهمية الألعاب الإلكترونية في حياتنا اليومية، في سوق الشغل، وحتى في العائدات المالية، ليس فقط للأشخاص بل أيضا للدول. يعني كي نحكيه ب 47 مليون دولار وبنحكيه على عدد الشركات الكبيرة اللي هي قاعدة الآن تستثمر، مثل مايكروسوفت قاعدة تستثمر في مجال ألعاب الفيديو، يعني نحكيه الآن على شيء بحجم وبوزن ثقيل وثقيل جدا. أيضا من الإحصائيات المثيرة للاهتمام أنه نجد الادلتس والتشيلدرن، يعني نجد الأطفال والكهول، معناها both of them الاثنين يلعبون ألعاب الفيديو، وهذا نلاحظه في حياتنا اليومية. يعني لما بتطلع في الحافلة ولا لما بتطلع في التاكسي ولا لما بتطلع في أي مكان عمومي، دائما تجد الأطفال ولا الكهول بتلعب باستعمال الهواتف الذكية ولا بتستعمل الهواتف الذكية. يعني أصبح الألعاب الفيديو يعني كإدمان للشخص. أي شخص يملك هاتف ذكي أكيد ستجد عنده يعني ألعاب فيديو اللي هو يلعبها من ساعة إلى ساعة أو من ساعتين إلى أخرى. حكينا طوع على أهمية الألعاب الإلكترونية والوزن متاعها. الآن لشخص أن يقول ما هي الألعاب الإلكترونية، شو definitions، شو definitions متاع ألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو. في ألعاب الفيديو حسب التعاريف العالمية عنا عديد العناصر التي يجب أن تتواجد لكي نقول أن هذا السيستم ولا هذا الشيء هو لعبة إلكترونية. أول شيء اللي هو الجول أو بما يعبر عنه الهدف، يعني أي لعبة لازم يكون عندها هدف معين. ثاني حاجة اللي هي الرولز أو بما يعبر عنه يعني القواعد، يعني شو بنجم نعمل وشو ما بنعمل. مثلا في كرة القدم، من رولز أو من القواعد مثلا مع لا يمكن للاعب مثلا أن يلمس الكرة بيديه، يعني هذه من القواعد. يعني أي لعبة عندها هدف، أي لعبة عندها قواعد التي تؤثر كيفية لعب اللعبة هذه، أي لعبة لازم يكون فيها روح التحدي. إذا ما فيش روح تحدي يعني ما بتتسمى لعبة. كما نرجع مثلا اللي هي كرة القدم، كرة القدم فيها روح التحدي باش في الآخر نلقاو فائز. يعني إذا لعبة ما فيهاش روح التحدي يعني باش تكون لعبة ما هي ممتعة. إذا لعبة ما هي ممتعة يعني ما في حد بيلعبها. الانترتينمنت يعني روح المرح أيضا. وأخيرا السيفتي، يعني اللعبة لازم تكون لعبة آمنة، يعني الأشخاص الذين يلعبون اللعبة هذه تكون للانفايرمنت ولا الموقع متاع اللعبة هذه الإلكتروني يكون آمن. يعني هالخصائص هذه لازم تتوفر في أي شيء لكي نقول هذا الشيء اللي هو ولا هذا السيستم اللي هو لعبة. يعني الآن شفنا أهمية الألعاب الإلكترونية والمعنى متاع الألعاب الإلكترونية. نجد مثلا برينسكي
يقول انه الطرق تحفيز الاطفال في وقتنا العصري اللي هي مختلف عن الطرق القديمه، وهذا شيء بديهي. مثلا الان نتحدث على الاونلاين ليرنينج، قبل نتحدث على الفيس تو فيس ليرنينج، يعني قبل نتحدث على الطريقه الكلاسيكيه في التعليم اللي هي وجه لوجه وتلقى الطالب يعني مستمتع بالحصه ومركز مع الاستاذ. الان الطرق الكلاسيكيه لا توجد لها جدوى مع الطلاب. لماذا؟ لانه اختلف الطالب. الطالب الان مستعد يتعامل مع التكنولوجيا وليس مع الطريقه الكلاسيكيه. لذلك برينسكي لاحظ انه قالك طرق التحفيز القديمه ليست هي نفسها طرق التحفيز الحديثه. بيك اند ويد also، يعني الباحثين بيك اند ويد لاحظوا ايضا انه الجينيريشن او الجيل هذا اللي هو معروف بجيل التكنولوجيا. ليش جيل التكنولوجيا؟ لانه جيل التكنولوجيا هذا مولود في عصر التكنولوجيا. يعني الان طفل الست سنوات يستطيع ان يستعمل الهواتف الذكيه، طفل السبع سنوات يستطيع ان يتعامل مع التابلتس مع اللوحات الذكيه، في حين انه قبل طفل الستة وسبع سنوات لا يمكن أن يستطيع حتى أن يتعامل مع ساعة يدوية. يعني لهنا نشوفوا طرق الاختلاف وكيف تأثير التكنولوجيا على طرق التصرف، طرق التفكير، يعني طرق التصرف نحكي على البيهيفيرز كيف الشخص يتعامل، طرق التفكير كيف الشخص يفكر. يعني الجيل هذا ذكي وذكي جدا مقارنة بالأجيال السابقة. نتحدث ايضا على الفيجوال سكيلز او بما يعبر عنه يعني المهارات البصريه. يعني الجيل كله اختلف باختلاف التكنولوجيا، ومن خلال التكنولوجيا ايضا نتحدث عنه خصيصا على الالعاب التعليميه. يعني الان ايش لاحظنا؟ لاحظنا انه الالعاب التعليميه عندها وزن في عائدات ولا في وظائف الشغل، ولاحظنا ايضا انه عديد الاشخاص بيجلسوا لساعات طويلة بيلعبوا في الألعاب الإلكترونية. لذلك الباحثين قروا وفخموا قالوا لماذا لا نستعمل الآن الألعاب الإلكترونية في التعليم؟ شو يعني؟ يعني في عوض أنه الطالب يجلس لأربع ساعات بيلعب في لعبة إلكترونية فقط، أنا نجم نستعمل اللعبة هيك ونخليه يجلس لأربع ساعات بيلعب وبيتعلم في نفس الوقت. يعني هنا الاختلاف، في عوض أنه بيجلس ليتعلم ليلعب فقط، الآن أنا نولي نخلي الطالب باستعمال الألعاب التعليمية أنه يجلس ليمرح ويتعلم في نفس الوقت. يعني الشخص نحبه في التعليم عن طريق الألعاب التعليمية. وشو الألعاب التعليمية؟ الألعاب التعليمية اللي هي تعمل مزج لشيئين. الشيء الأول اللي هو المرح، لأنه إذا لعبة ما هي مرحة ما تسمى لعبة. والشيء الثاني المهم اللي هو الليرنينج، يعني التعلم. يعني الألعاب التعليمية تمزج ما بين المرح والتعلم، وأيضا تنمي عديد المهارات مثل مهارة الابتكار. أيضا الألعاب التعليمية اللي هي مثلا نحكيه على الألعاب التعليمية المالتي بلاير اللي هي تتلعب مع عديد الأشخاص، ولهنا بنحكيه على التواصل الاجتماعي. يعني الألعاب التعليمية يمكن حتى أنها تنمي طرق التواصل بين الأشخاص، مثلا في ألعاب يستعملوها للأشخاص الذين يملكون مثلا رهبة التكلم مع الآخرين، عنده الخوف أو بما يعبر عنه بالsocial anxiety. يعني في الوليو الباحثين خموا أنهم يستعملوا الألعاب التعليمية وطرق التواصل عن طريق الألعاب التعليمية باش يقربوا الأشخاص من بعضهم البعض. يعني الآن الباحثين خرجوا من منطلق أن الألعاب التعليمية مستعملة بصفة كبيرة عند الأطفال والكهول، وقرروا الآن يمكن استعمل الألعاب التعليمية لجلب الطلبة ولجعل الطلبة يعني مهتمين أكثر بالتعليم عن طريق الألعاب الإلكترونية أو بما يعبر عنه الألعاب التعليمية. لكن حاجة مهمة ومهمة جدا، نقولوا الألعاب التعليمية ونقولوا المزج بين التعليم والمرح ماهوش بطريقة عشوائية. شو يعني بطريقة عشوائية؟ يعني ما هوش يعني أنا نجيب لعبة ترفيهية ونحط فيها نضع فيها بعض الكونتنت ولا بعض الموارد التعليمية ونقول هذه اللعبة أصبحت لعبة تعليمية. لا، لازم يكون طريقة المزج بين المرح
والموارد التعليمية أو الهدف التعليمي اللي هو يكون طريقة يعني فيها عديد من التحاليل الاناليزز، عديد الديزاين كيف بنقدر نعمل الهلمزج هذه، يعني ما هيش طريقة عشوائية نضع بعض الموارد في لعبة ونقول فقط هذه الآن أصبحت عنا لعبة تعليمية التي يمكن استعمالها للتعليم. لا، مثلا من أهم المودلز ولا من أهم الفريمورك التي تم يعني بعثها والقيام بها في الليترشر اللي هو المودل متاع فونغ أند تشينغ، اللي هو المودل هذا بيعطيك المراحل كيف يمكن أن تمزج بين المرحلة والتعليم في نفس الوقت لصناعة لعبة تعليمية. أول شيء مثل ما بتلاحظوا اللي هو الكوريكولوم جول، الكوريكولوم جول أو بما يعبر عنه يعني الهدف من الدرس. ومن بعد لاحظوا الجيم جول اللي هو هدف اللعبة، يعني أول شيء لازم تشوف شنو الهدف من الكورس هذا، شو الهدف من الدرس هذا. مثلا الدرس هذا بيعلمني اللغة الإنجليزية، أوكي الدرس الهدف متاعه اللغة الإنجليزية، الآن لازمني شو الهدف متاع اللعبة لنخليه يمتزج مع الهدف متاع الدرس باش في النهاية يكون هدف اللعبة اللي هو تعليم الإنجليزية. يعني هدف اللعبة سيصبح تعليم الإنجليزية اللي هو في نفس الوقت هدف الدرس. هذه أول شيء. ثاني شيء اللي هو كنقوله تعليم اللغة الإنجليزية عن طريق اللعبة، كيف بنستطيع نعلم اللغة الإنجليزية عن طريق اللعبة؟ اللي هنا نتحدث على الجيم ستايل ديزاين. الجيم ستايل ديزاين يعني مثلا شو هما الاكتيفيتيز نتاع اللعبة، ولا شو اللاعب يمكن ما هي الوظائف التي تقدمها اللعبة للاعب لكي يتعلم اللغة الإنجليزية. لهنا لازم نخمو في مراحل كاملة شو الوظائف التي تقدمها اللعبة وما هي المهارات التي على الطالب أن يقوم بها خلال اللعبة لتعلم اللغة الإنجليزية. ثم بنتحدث على الجيم تاسك ديزاين. الجيم تاسك ديزاين اللي هو كيف ما قلنا الوظائف، كيف نمزج بين وظائف اللعبة والستايل متاع اللعبة بصفة عام. هل ستكون اللعبة مثلا لعبة مغامرات اللي هي adventure game؟ هل ستكون اللعبة مثلا لعبة رول بلاين اللي هو تقمص الدور؟ يعني شنو الستايل متاع اللعبة وما هي الوظائف؟ مثلا الوظائف للاعب عليه مثلا أن يحارب الوحش، كيف سيحارب الوحش؟ مثلا الوحش يقدم أسئلة وأجوبة على اللغة الإنجليزية والطالب مثلا عليه أن يختار الجواب الصحيح. معنى فيما بعد سنلاحظ بعض الألعاب التي وقع برمجتها في تونس مع طلبتنا في تونس، ووقع استعمالها في جامعة القيروان. وأخيرا في الموديل هذا اللي هو الجيم انترفيس، يعني اللي هو تصميم اللعبة، كيف هي باش يكون التصميم او متاع اللعبة باش او الواجهة متاع اللعبة باش تكون زادة للمستعملة لسهلة الاستعمال من قبل اللاعب. هنا نلاحظ الامباكت او تأثير الألعاب التعليمية. مثلا في أمريكا الآن أغلبية 60 أو 70% من الألعاب التعليمية قاعدة تستعمل في الـ K-12 Education، يعني في الـ K-12 Education يعني من المرحلة التحضيرية للليفل 12 اللي هو بما معدل يعني معدل الأعمار 18 سنة. يعني نشوف لهنا أهمية الألعاب التعليمية خاصة في العالم الغربي. مثلا هنا في الصين أغلبية السيستمز ولا الكورسز على الأقل تلقى فيهم كورس يستعمل الألعاب التعليمية. مثلا في بيجين نورمال يونيفرسيتي اللي هي تتسمى من الجامعات المتقدمة والقطن المتقدمة جدا عالميا في الإدوكيشنال تكنولوجي، في كل بروجرام عندهم على الأقل كورس وإلا اثنين بيستعملوا الألعاب التعليمية. الآن شو مدى تأثير الألعاب التعليمية؟ الألعاب التعليمية مثل ما لاحظوا في الشكل هذه 47% وجدوا أن الألعاب التعليمية بتحسن الأوتكامز، بتحسن مخرجات التعليم للطلبة. ليش؟ لأنه كيف ما قلنا الألعاب التعليمية اللي هي ممتعة، الشخص يولي لا شعوريا بيحس روحه مندمج مع اللعبة. كنقوله مندمج مع اللعبة في نفس الوقت مندمج مع الكورس، ولهنا بيولي مهتم أكثر بالكورس ومهتم أكثر بطريقة التعلم لحصد مزيد من النقاط، وفي الأخير يعني بيتحسن المردود الدراسي متاعه. مثلا نشوفوا الألعاب التعليمية اللي هي
يمكن تستعمل مع students with physical impairments. physical impairments يعني الطلبة الذين يملكون إعاقات جسدية. يعني سنلاحظ أيضا فيما بعد اللي عملنا صممنا لعبة للي هي الأشخاص dyslexic person أو بما يعبر عنه الأشخاص الذين يجدون صعوبة في القراءة كيف بنجم نعاونهم في الدراسة. مثلا نمشي دايركتلي مباشرة اللعبة اللي صممناها اسمها Science Soldier اللي هي لعبة صممت في جامعة القيروان في تونس واللي هي تهدف لتعلم الكمبيوتر أركيتكتشر. الكمبيوتر أركيتكتشر أو بما يعبر عنه بهندسة الكمبيوتر. ليش صممنا اللعبة هذه؟ كما تعرفون هندسة الكمبيوتر ككورس ولا كدرس صعب وصعب جدا. ليش؟ على الأقل مثلا في تونس أنت إذا بتتعلم الكمبيوتر أركيتكتشر ولا هندسة الكمبيوتر لازم عليك أن تتعلم عديد الديفينيشنز. مثلا شو يعني CPU؟ شو يعني جرافيكال كارد؟ شو يعني رام؟ شو يعني روم؟ شو يعني ذس؟ شو يعني ذات؟ يعني عديد الديفينيشن اللي هو الطالب يجب عليه يعني تحصيلها بطريقة كلاسيكية اللي هو أنت كتقدم 12 definitions للطالب ولا 15 definitions في شابتر وتقول له ما نحبك يعني بتحفظ عن ظهر قلب definitions هذا بيقول لك لا ما بستطيع ولا ما ماني مهتم ولا بيطلع لك بأي سبب من الأسباب. لذلك قررنا مع اللجنة العلمية أننا نشوف طريقة حديثة ولا طريقة جديدة نخليه بصفة غير مباشرة أنه الطالب يندمج مع الديفينيشنز هذم ولا مع التعاريف هذم وبطريقة غير مباشرة يولي بيحفظ التعاريف اللي هو جينا وصممنا اللعبة هذه اللي اسمها Science Soldier. يقول القائل كما قلنا بكري الديزاين ولا الديزاين ستايل متاع اللعبة إذا نتفكروا في الموديل قلنا ديزاين ستايل. الديزاين ستايل نحن متاع اللعبة متاعنا اللي هو اخترنا بلاتفورم جيمز. ما بعرف إذا بتعرفوا بلاتفورم ولا بلاتفورم جيمز اللي هما الجيمز مثل لعبة سوبر ماريو. أظن أنه الكل لعبته لعبة سوبر ماريو يعني اللي هو فيها بلاتفورم ولازم الكاركتر سوبر ماريو يقفز من مكان إلى آخر. ليش اخترنا سوبر ماريو أو البلاتفورم جيمز خصيصا؟ لأنه نحن خممنا أو فكرنا أنه اللعبة هذه يعني كما قولوا محبوبة من الجميع. صغير وكبير لعب سوبر ماريو، ما في شخص ما بيعرف سوبر ماريو. لذلك نحن إذا حابين نقدم طريقة جديدة اللي هي الجيمز اللي هي طريقة غريبة على الأقل في العالم العربي ما زالت ما هيش طريقة مستعملة كثير. يعني أنا تحدثت مع عديد البروفيسورز في العالم العربي وسافرت العديد المناطق ما زالت الإدوكيشنال جيمز يقول لك طريقة تفكير ما زالت طريقة التفكير القديمة يقول لك اللعبة لا يمكن أن تكون لعبة تعليمية. يعني هذه المشكلة متاعنا نحن في العالم العربي حاليا يقول لك لعبة رأي للعبة ما هيش لعبة تعليمية. أنا في مخي لا يمكن أن تكون لعبة ولعبة تعليمية في نفس الوقت. نحن كطريقة جينا قدمنا اللي هي لعبة سلسة ومعروفة من الجميع اللي هي البلاتفورم جيمز قلنا مثل لعبة سوبر ماريو. في التو حكينا على ستايل. الآن شو الجيم تاسكس؟ يعني أنا شو وظائف اللعبة التي توفرهم باش المتعلم يتعلم مثلا هندسة الكمبيوتر. جينا أول تاسك والأول فانكشناليتيز اللي هي collecting information. شو بيعني collecting information؟ يعني اللاعب وهو يلعب في اللعبة بيجد عديد الكوينز أو بما يعبر عنه النقود. الأول مهمة للاعب أنه يحصل أكثر ما يمكن من النقود. كيف اللاعب ينجم يحصل أكثر ما يمكن من النقود؟ كل ما يأكل نقد أو كل ما يأكل يعني بعض الكوينز أو بعض النقود أنه بتطلع له definitions. شو يعني CPU؟ الطالب باش يجمع النقود هذيك لازم يحاول يحفظ مثلا CPU ولا يحفظ الكيوردز الكلمات المفاتيح متاع CPU في 15 ثانية أو في 10 ثواني. بعدين لازم يكتب الكلمات المفاتيح للسيستم. إذا الكلمات المفاتيح صحيحة بيحصد الكوين هذيك بيحصد الفلوس هيك. يعني الآن الطالب مطالب عليه باش يربح اللعبة أنه يجمع أكثر عدد ممكن من النقود. لكن تجميع النقود ليس سهل. تجميع النقود لازمه في نفس الوقت يقرأ التعريف أو الديفينيشنز ولازمه يحاول يحفظه
بطريقة سلسة ويقدم الكي ووردز. إذا الكي ووردز أو الكلمات المفاتيح صحيحة دونك سيكافئ بالنقود. إذا الكلمات غلطة اللعبة بتحاول توجهه تقوله مثلا رك لازم تستعمل الكلمة هذه أو الكلمة هذه أو الكلمة هذه. يعني هنا نلاحظ أن الطالب غير شعوريا أصبح مطالب أنه يتعلم الديفينيشن أو التعريف. يعني ما هوش كما الطريقة الكلاسيكية تجي تعطيه الديفينيشن وتقوله يلا الآن أنا نحبك تحفظ لي التعريف هذا متاع CPU. لا نحن نحاول أنه يجمع أكثر عدد من النقود، لكن لتجميع النقود لازم يعرف الديفينيشنز. يعني لهنا ولت بطريقة غير مباشرة التعلم. الطريقة الأخرى مثلا اللي هو jumping through answers. شو يعني jumping through answers؟ كيف ما قلنا في سوبر ماريو اللي هو عندك بلاتفورم ولازم تقفز من مكان إلى آخر. نحن في الستايل هذا شو عملنا؟ مثلا نعطيه سؤال، هل الجرافيكال كارد مثلا تستعمل مهمة مثلا للألعاب أو لا؟ ولازم يقفز من مكان إلى آخر. إذا قفز على نعم والإجابة صحيحة بيتعدى لمكان آخر، إذا كانت الإجابة خاطئة البلاتفورم هذيك بيسقط به، ولذلك يعاود الكرة مرة أخرى. يعني الآن مرة أخرى لهنا المعلومات الموجهة باش يعرف على الجرافيكال كارد مثلا اللي هو بطريقة مريحة، لازم كي يقفز لازم يعرف شو الأنسر، وحتى كي يقفز ويقفز مثلا على الإجابة الخاطئة بيتعلم من الأكشنز متاعه. يعني أنا نزلت ولا انقرت ولا قفزت على إجابة خاطئة، في الوقت هذاك أنا بنعرف أنه الجرافيكال كارد مثلا نعم راي مهمة لألعاب الفيديو. يعني الآن مثلا قاعدين نشوفه كيف الطالب بطريقة غير مباشرة قاعد يتعلم في هندسة الكمبيوتر. مثلا حاجة أخرى اللي هي shooting answers، يعني إطلاق النار على 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 الأجوبة. كيف بنعطيه للطالب عديد الأجوبة واللي هو ونعطيه سؤال واللي هو لازم يطلق النار على الإجابة الصحيحة. إذا طلق النار على الإجابة الصحيحة بياخذ عديد الجوائز والمكافآت. إذا طلق النار على الإجابة الخاطئة مثلا لهنا يولي السيستم أو اللعبة تقوله مثلا لا رأي الإجابة الصحيحة هي هذه وعليك مثلا أن تتفكرها. يعني لهنا كيف ما نلاحظوا ما هيش طريقة كلاسيكية نجي مثلا نعطي PDF ولا نعطي PPT للطالب ونقول له يلا الآن لازم تحفظ لي عن ظهر قلب التعريف هذا CPU، نعطيه أنا 15 تعريف ونقول له ما معنى CPU. الطالب ما بيقدر يحصل هالمعلومات هذه بطريقة يعني بدائية ولا بطريقة كلاسيكية. هذيك علاش نحن اخترنا اللي هو من الدروس الصعبة اللي هو الكمبيوتر أركيتكتشر. مثلا اللي هي اللعبة هذه كانت مصممة كيف ما قلنا نحن لازم اللعبة تكون بالتطور التكنولوجي. نحن نعرف انه جميع الطلبة يملكون أجهزة ذكية، وخاصة في أفريقيا اللي حاجة اللي هي المهمة ومهمة جدا، سوم الأجهزة الذكية أرخص بكثير من الحاسوب. يعني الآن في أفريقيا نحن عنا عديد البروجيكتس معناها مع أفريقيا، ونلاحظوا أنه الطالب يملك جهاز ذكي أو هاتف ذكي لكنه لا يملك حاسوب. لماذا؟ لأنه ثمن الحاسوب باهظ، في حين أنه ثمن الهاتف جوال ولا ثمن لوحة ذكية اللي هي التابلت يكون ليست باهظة معناها بنسبة الحاسوب. مثلا لهنا استعملنا، لذلك استعملنا اللعبة هذه على الأجهزة الذكية، ونشوفوا مثلا لهنا زوز من الطلاب يلعبوا في اللعبة هذه، وعلى الشمال نلاحظوا مثلا الاكتيفيتي اللي هي شوتينج انسر. مثلا نلاحظوا هنا اللي هو هذا الجيم كاركتر متاعنا، هذا اللي هو الوحش. لهنا في التكست بوكس هذا عنا سؤال، والطالب عليه ان يقوم باطلاق النار على السؤال ولا الجواب الصحيح. اذا كان الطالب اطلق النار على الجواب الصحيح نسبة الدم بتنقص من الوحش. اذا الطالب جاوب او اطلق النار على الاجابة الخاطئة نسبة الدم بتنقص، او الهيلث بار يعني نسبة الدم من بتنقص من الطالب. يعني اذا الطالب جاوب اجابة صحيحة الوحش بيتضرر، اذا الطالب جاوب جواب خطأ يعني الوحش اللي هو قام بالربح يعني الطالب بيتضرر. يعني لنشوفوا انه طريقة مرحة ومرحة جدا في تعلم هندسة الكمبيوتر. الآن بنحكي على لعبة أخرى
اللي هي ايضا لتعليم الكمبيوتر اللي هي اسمها كمبيوتر اركيتكتشر جيم اللي هي 2D رول بلاينج جيم. يعني الجيم هذه اللي هي كانت في مدينة القيروان حبينا نسمو التصميم نتاعها كما في مدينة القيروان. وعليش اخترنا مثلا تصميم في مدينة القيروان؟ يعني كي تعطي انت للطالب مكان اللي هو معروف مثلا طالب من القيروان وتعطيه لعبة في مكان في القيروان بيكون متحفز اكثر من اللازم. كيف ما قلنا اذا نعطيه للطالب لعبة اللي هو مثلا يكون مألوفة ليه كما سوبر ماريو بيكون نسبة التحفيز عالية وعالية جدا باش يكون القبول على هذه اللعبة. في اللعبة الثانية اللي هو حاولنا نطوره من اللعبة أكثر. شو يعني نطوره من اللعبة؟ يعني لهنا عطينا انترفيسز ولا لوحات انه الأستاذ يقدر يغير المحتوى. شو يعني؟ مثلا نشوفوا لهنا عنا عديد في الشمال عنا عديد الاكتيفيتيز collecting items, shooting, quiz, shopping ولا combat. يعني لهنا ولينا وعطينا للأستاذ انه عنده البوسيبيليتي انه يعاود يستعمل اللعبه في دروس اخرى. يعني لهنا collecting items ينجم مثلا الاستاذ يختار الديفينيشنز اللي يحبهم. في الشوتينج يولي الاستاذ عنده حريه الاختيار مثلا في الانسر 1 ايش يحط في الاجابه الاولى ايش يحط في الاجابه الثانيه شو يضع في الاجابه الثالثه شو يضع. عندنا الانسر اف كوريكت يعني اذا الجواب صحيح شو المسج اللي بيخرج على الواجهه للطالب. اذا المسج الانسر از رونج يعني الاجابه خاطئه شو المسج اللي يخرج على الواجهه للطالب. يعني في اللعبه الثانيه حاولنا نطوروا من اللعبه ونخليوها اللي يمكن اعاده استعمالها مع دروس اخرى. يعني لهنا ما عادش اللعبه حكر كونش على تعليم هندسه الكمبيوتر. يعني لهنا اللعبه نجم تكون مثلا على تعليم الجغرافيا ما هي عاصمه تونس ونعطي عديد الاجابات انسر 1 انسر 2 انسر 3. إذا جاوب على الإجابة الصحيحة مثلا قال عاصمة تونس هي تونس دونك شو المسج اللي يطلع على الواجهة. وإذا جاوب مثلا إجابة خاطئة مثلا قال الرباط شو الإجابة اللي بتطلع له على الواجهة مثلا تقول له الرباط لا هي ماهيش عاصمة تونس وتعطيه تفاسير. أيضا من الألعاب اللي صممناها صراحة واللي هو كان تعاون بين الآن فريقي في الصين وفريقنا وطلبتي في تونس اللي هي لعبة تعليمية للديسلكسيك ليرنرز. الديسلكسيك ليرنرز أو بمعبر عنهم اللي هم الطلاب اللي عندهم مشاكل في القراءة. المشاكل في القراءة شو يعني؟ مثلا في الديسلكسيك ليرنرز اللي هم ما عندهم مشاكل ما يفرقوش مثلا بين الحروف المنطوقة والمكتوبة مثلا بين الخاء والجاء. الخاء والجاء كطريقة كتابتها اللي هي تشبه لبعضها وهذه اللي هي عندها تأثير كبير في القراءة. يعني الطالب ينجم ما بيفهم هل الحرف هذا خاء أو جاء. مثلا في النطق عندنا الساء والصاء اللي هما طريقة النطق متاعهم بريسك هي بيدها لكن في يعني الشخص العادي نجم يفرق بين السين والصاء لكن للديسلكسيك ليرنرز أو الطلبة اللي عندهم صعوبة القراءة ما يفرقوا بين 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 الحروف هذه. أيضا اللي تشوفوا على اللي هي هنا كمال الميز لهنا اللي هو شو أهمية هذه. أهمية الميز هذه أن تخلي الطالب يركز أكثر على كيفية الخروج من الميز هذه. يقول الشخص وشو أهمية الميز هذه في الأشخاص اللي عندهم صعوبة في القراءة. المشكل أنه في الديسلكسيك ليرنرز اللي هما عندهم يضيعوا التركيز بسهولة لذلك لازم أنت تعطيهم طرق اللي تساعدهم في تنمية التركيز متاح. يعني يكون يقرأ في نص بعدين بيضيع وين كان بتضيع طريقة التركيز ما بيعرف هل كان في الجملة الثانية الجملة الثالثة الجملة الرابعة اللي هنا اللي هو بشعود يكون عنده صعوبة التركيز في النص واللي هو ما عاد ينجم يستطيع القراءة. يعني لهنا عن طريق أخصائيين نفسيين وعن طريق عديد الأشخاص صراحة هذه اللي هي كانت التجربة قمنا بتجربة مع 13 أو 15 طفل بين 7 و9 سنوات. يعني هذه للـ published paper إذا المهتمين أكثر يعني بمعرفة أكثر تفاصيل عن
عن الجيم هذه على اللعبة هذه اللي هي كانت تجربتها في 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 مدرسة اللي هي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص اللي عندهم مشاكل في القراءة مثل الديسلكسيك ليرنرز وبرمجنا اللعبة هذه. الآن شفنا أهمية الألعاب وأهمية الألعاب التعليمية وكيفية قيام بتصاميم الألعاب التعليمية، وشفنا أيضا حتى معناها أمثلة على ألعاب تعليمية التي وقع تصميمها للتدريس. الآن شو التحديات التي تواجهنا في الألعاب التعليمية؟ كيف ما نعرفوا ما في شيء perfect 100%، يعني ما في شيء كامل، الكمال لله، كل شيء عنده إيجابياته وعنده سلبياته. أول شخص يقول شو سلبيات الألعاب الألعاب التعليمية؟ أول حاجة، أول صعوبة وهذه من أهم الصعوبات اللي هو كيفية المزج بين المرح والتعليم في نفس الوقت. هذه أكبر مشكلة من مشكلة الألعاب التعليمية. كيف ما قلنا راو ديما من أكثر المشاكل ما هيش لعبة تعليمية، يعني تجيب لعبة إلكترونية وتحط فيها بعض مقاطع دروس تعليم وتقول لا الآن أصبحت عندي لعبة تعليمية. لا، راو باش تعمل لعبة تعليمية راو تكون عن طريق عديد المراحل ولازم فيها عديد يعني القيام بعديد البحوث وكيفية التصميم وكيفية مجر كيف ما قلنا معناها الكوريكولوم جول أو بما عبر عنه بالهدف متاع الدرس بالهدف متاع اللعبة. الحاجة الأخرى اللي هي تكون مثلاً للإيشيو أوف أكسس أند ذا ديجيتال ديفايد. ديجيتال ديفايد كيف ما تعرفوا يعني ما هيش الأشخاص الكل مثلاً تملك لوحة مفاتيح، أو ما هيش الأشخاص الكل مثلاً بتملك هواتف ذكية. يعني لهنا بنولي ونحكيه على التفرقة بين الأشخاص الذين يملكون هواتف ذكية ولا عندهم البنية التحتية مثل الإنترنت أو الكمبيوتر للولوج للألعاب التعليمية، والأشخاص الذين يملكون البنية التحتية مثل الكمبيوتر والإنترنت واللي هي هذه أكبر من أكبر مشاكل الكوفيد 19. خاطر الكوفيد 19 كل شيء أصبح أونلاين ولا ديستانس. يعني لهنا لاحظنا عديد المشاكل في الكوفيد 19 اللي هو فما أشخاص لا يملكون هواتف ذكية ولا لا يملكون إنترنت أصلاً، خاصة في المناطق الريفية اللي هما وقع الانقطاع عن التعليم. الآن بنحكي على الجيميفيكيشن. شو الجيميفيكيشن؟ يعني كيف ما قلنا نظراً لأهمية الألعاب التعليمية، الأشخاص أو الباحثين فكروا إنهم يجعلوا كل شيء مثل اللعبة. شو يعني؟ يعني الألعاب التعليمية بنحكيه على لعبة، يعني لعبة متكاملة المراحل. لكن الباحثين قالوا علاش ما نجعلوش كل شيء مثل اللعبة؟ لهنا بنحكيه على أنظمة التلعيب، ماناش نحكيه على لعبة، نحكيه على أنظمة التلعيب. نعطيكم مثال سهل اللي هو مثلا لينكد إن. لينكد إن نتصور أغلبية الأشخاص ما يعرفوه لأنه موقع يعني بروفيشنال باش تحط البروفايل متاعك وكل شيء. اللينكد إن ما بين الطرق اللي هو أصبح يستعملها اللي هو البروجرس بار. البروجرس بار أو شريط التقدم، يعني البروجرس بار ولا شريط التقدم اللي هو عنصر من عناصر اللعبة. يعني أنت في أي لعبة بتلقى حاجة اسمها بروجرس بار اللي هو توريك مراحل تقدم اللاعب في اللعبة. الآن البروجرس بار كنت لاحظه ولا تستعمل فيه مثلاً اللينكد إن. اللينكد إن ولا تستعمل فيه البروجرس بار اللي هو شريط التقدم كل ما تعمل للتعمير للبروفايل متاعك. يعني كل ما تضيف معلومة في البروفايل متاعك على اللينكد إن بيكون البروجرس بار أو شريط التقدم بيتقدم. يعني لهنا أصبح كأنك لاعب، أنت ماكش في لعبة، أنت في لينكد إن اللي هو بروفيشنال ويب سايت. لكن إيش وقع؟ وقع تلعيب السيستم. تلعيب السيستم يعني جعل السيستم أو جعل الويب سايت مثل اللعبة عن طريق البروجرس بار. أيضا مثلا نجم نستعملوا البادجز. البادجز أو بما يعبر عنه اللي هما الشارات. يعني كل ما تعمر معلومة في ويب سايت بتجيك شارة اللي هي بادج وتولي ظاهرة على البروفايل متاعك. مثلا الآن من الطرق الحديثة اللي وليوا يستعملوا فيها كل ما تحضر
كونفرنس اونلاين بتجيك شارع. الشارع هذيك مثلا تدخل انت تلقى مثلا شخص مثلا صالح عنده 20 شارع، في حين انه الشخص مثلا محمد علي عنده 15 شارع. يعني لهناش قاعدين يسيروا، قاعدين نستعملوا في عناصر اللعبه مثل البروجرس بار، شريط التقدم، مثل البادجز، الشهرات، اللي هم هذم عناصر نجدهم في اللعبه، اصبحنا نستعملهم في مناطق ماهيش لعبه، كما قلنا اللينكد ان، الويب سايت. يعني اللي هو باختصار الجيميفيكيشن او انظمه التلعيب هو استعمال عناصر اللعبه في مكان مخالف للعبه. يعني الالعاب التعليميه نحكيه على لعبه متكامله المراحل ومتكامله العناصر، في حين انظمه التلعيب اللي هو جعل السيستم كاللعبه. كيف نجعل السيستم كاللعبه؟ عن طريق استعمال عناصر اللعبه في السيستم هذا، كيف ما قلنا الان البروجرس بار، البادجز، الليدر بورد اللي هي لوحه الترتيب. يعني لوحه الترتيب بصراحه نجدها كونش في اللعبه. الشخص الاول مثلا عنده 50 نقطه، الشخص الثاني اللي عنده 30 نقطه، الشخص الثالث اللي عنده 40 نقطه، ونحن ماشيين. الان الليدر بورد او منصه الترتيب للاشخاص اصبحنا ايضا نستعملها في الكورس. مثلا بنعطيكم مثال بسيط جدا على الاستعمال متاع الجيميفيكيشن، اللي هو نتصور الكل تعرفوا الليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو مودل. يعني بمودل، عن طريق مودل الكل نجمه الان نضيفه العاب عناصر اللعبه، يعني عن طريق البلاجينز. مثلا استعملنا كورس اللي هو في القيروان مع الطلبه متاعي، حطينا كورس على المودل، والكورس هذا خليناه عن طريق أنظمة التلعيب. إيش معناه؟ معناه استعملنا عناصر اللعبة في مودل. كيف ما قلنا مودل ما هوش لعبة، اللي هو مودل LMS Learning Management System، لكن خلينا الكورس مثل مودل. شو يعني مثل مودل؟ مثلا نلاحظوا هنا عنا التوتل اللي هو Number of Points، عدد النقاط. شو يعني؟ يعني أنا كل ما نعطي Exercise للطالب ويجاوب عليه بنعطيه مثلا 50 نقطة، وبنعطيه 70 نقطة، وبنعطيه 80 نقطة. يعني على كل اكزرسايز بيجاوب عليه الطالب بياخذ مجموعة من النقاط. كيف ما قلنا نحن الآن ماناش نحكيه على لعبة، لكن الآن الطالب قاعد يجمع في النقاط، اللي هو تجميع النقاط هذه خاصية موجودة في اللعبة. بعدين شو بيصير؟ بعدين بلاحظ مثلا في الليدر بورد، لاحظ مثلا محمد عنده 5000 نقطة، في حين أنا عندي 3000 نقطة. لأن شو بيصير؟ بش يصير تحفيز بصفة أوتوماتيكية. يعني أنا مش نقول أنا عندي 3000 نقطة ومحمد عنده 5000 نقطة، أنا لازمني الآن نجاوب على أكثر ما يمكن من الإكزرسايسز بش ناخذ أكثر ما يمكن من النقاط، وهكا أصبح أنا في طليعة الترتيب. يعني شوف لهنا ولينا نستعمله في عناصر اللعبة في مكان ماهوش لعبة، اللي هو كيف ما قلنا كورس موجود على مودل، واللي هذا بيساعد في التحفيز. أنا لازمني نجمع مجموعة من النقاط. كيف نجمع مجموعة من النقاط؟ لازمني نجاوب على أكثر عدد يمكن من الاسايمنت ولا الاكزرسايسز. أنا كيف بنعمل النقاط هذم؟ بنولي في الليدر بورد الأول في لوحة الترتيب، بنولي أنا الأول. كي نشوف صديقي مثلا محمد في البادجز ولا في الليفل اللي هو 10 وأنا في الليفل 7، أنا بصفة أوتوماتيكية بقول أنا لازم نكون في الليفل 10 أيضا. أنا مثلا لازم الأشخاص الآخرين يدخلوا على لوحة الترتيب يلقوني في المقدمة. ولهنا نحكيه على الموتيفيشن ولا التحفيز الآلي الذي ينجر عنه هالعناصر متاع اللعبة. لذلك قلنا اللي هو أنظمة التلعيب جعل المنظومة أو السيستم أو الكورس كأنه في شكل لعبة. كم ما زلت عنا 20 دقيقة، نحاولوا نغطيوا مرحلة صغيرة من كيفية برمجة الألعاب. الآخر بارت أو آخر جزء اللي هو كيف نبرمج لعبة. لبرمجة لعبة عنا طريقتين، عنا Native Programming وعنا Cross Platform Programming. Native Programming اللي هي اللغة الأم. شو يعني اللغة الأم؟ يعني مثل ما نقول أنا عربي
او انا تونسي مثلا لغتي الام اللي هي عربيه، انا مصري لغتي الام اللي هي العربيه، انا مغربي لغتي الام اللي هي العربيه. في البروجرامين كيف كيف، يعني انا باش نقول انا اذا نحب نعمل لعبه لنظام التشغيل الاندرويد، انا اذا نحب نعمل لعبه لنظام التشغيل الاندرويد لغه الام اللي هي جافا. يعني اذا نحب نعمل برمجه للعبه اللي هي بتشتغل على نظام اندرويد بنقول اوتوماتيكين اللي هي اللغه الام اللي هي جافا. في حين او اذا انا نحب مثلا برمج لعبه الى نظام تشغيل اي او اس نقول دايركتلي اللي هو اللغه الام باش نبرمج اللعبه هذه اللي هي سويفت مثلا ولا الاوبجكتيف سي اللي هي اللغه الام لنظام التشغيل هيك الاندرويد معروف اللغه الام للبرمجه اللي هو الجافا، والاي او اس نظام التشغيل اي او اس اللي هي اللغه الام سويفت ولا الاوبجكتيف سي اللي هي هذه البرمجه العاديه النيتف بروجرامين. وعندنا الطريقه الثانيه اللي هي كروس بلاتفورم بروجرامين. كروس بلاتفورم بروجرامين يعني انا بنبرمج عن طريق سوفتويرز، والسوفتويرز هما اللي هما في اللعبه يسميه محركات البحث. يقول القائل شو الفرق ما بين النيتف بروجرامين ولا البرمجه بلغه الام والبرمجه بالكروس بلاتفورم بروجرامين؟ الفرق انه بالنيتف بروجرامين اللي هي باش تكون طريقه صعبه وطويله. شو يعني طريقه صعبه وطويله؟ يعني انت اذا تحب تعمل الكودين ولا البروجرامين بجافا ماهوش متاحه لاي شخص، لازم تكون على الاقل عندك المهارات الاوليه. شو يعني جافا؟ كيف بنعمل الديكلاريشنز نتاع الفاريبل؟ كيف بنعمل كثير الاشياء؟ يعني ماهوش متاحه لكل شخص. لكن في الكروس بلاتفورم بروجرامين عندنا بما يعبر عنه محركات البحث، باش نشوفوا محرك اللي هو كونستراكت 2. محركات البحث هذم الميزه اللي فيهم اللي عندهم ريدي ميد فانكشناليتيز. شو يعني ريدي ميد فانكشناليتيز؟ يعني في فانكشناليتيز، في خصائص اللي هي جاهزه ويمكن استعمالها بصفه مباشره من غير لغه البرمجه. دايركتلي باش نزيد نفسر لكم بنعمل ستوب شيرنج للسكرين هذه وبنبن الآن على سكرين الكونستراكتو. دكتور أحمد. أيوة دكتور أحمد. الآن على سكرين كونستراكتو صح؟ واضحة. كونستراكتو موجود. أوكي بيرفكت. يعني الآن مثلا نشوف محرك البحث اللي هو كونستراكتو، اللي هو كيف ما قلنا اللي هو كروس بلاتفورم. كيف ما قلنا من أهم الميزات أنه بلغة الأم تكون البرمجة صعبة، خاصة الشخص ما عندوش للمهارات الأساسية في الجافا مثلا، مش أي واحد ينجم يبرمج بلغة جافا. في حين أن قلنا في محركات البحث مثل كونستراكتو اللي هو محرك معروف ومعروف جدا، فيه الخصائص الجاهزة التي يمكن استعمالها دايركتلي. نبدأ مثلا باش نبدأ ببروجكت مشروع جديد، نمشي فايل عنا نيو، يعني فايل اللي هو مشروع جديد نيو، هنا لهنا نيو امتي بروجكت مشروع فارغ اوبن. يعني مثل ما تلاحظوا عندنا اللاي اوت 1 اللي هو هذه البيضاء، وعندنا الايفنت شيت 1 اللي هي هذه. شو الفرق في اللاي اوت 1؟ لاي اوت 1 اللي هي هذه، اللي هي هذه الواجهه الجرافيكال انترفيس. شو يعني الجرافيكال انترفيس؟ يعني هذه الواجهه وين تحط كل الاوبجكتيفز التي تخص اللعبة، مثل الصور إذا تحب تضع صور بتضعهم هنا في الواجهة هذه. إذا عندك مثلا كاركترز أو أي أنيميشن بتضعهم في الواجهة هذه. في حين أنه الإيفنت شيت اللي هي مخصصة فقط للكودينج، يعني كيف ما قلنا هذه الإيفنت شيت 1 مخصصة فقط للكودينج، في حين أنه اللاي أوت 1 مخصصة فقط أنه للتصاميم
للتصاميم والانيميشنز وما يتبعها. مثلا نحن نقول نحب نعمل كاركتر او شخصيه لعبه اللي انا نجم نحركها يمين شمال يسار بالطريقه هيك. كيف يعني؟ مثلا نعمل دبل كليك مره اخرى، نجيو في اي مكان فارغ نعمل دبل كليك لهنا، شو بيتحللنا؟ يتحللنا عديد الاوبجكتس، يعني في الانترفيس متاعنا او في الواجهه متاعنا عندنا البوسيبيليتي بندخلوا عديد الاوبجكتس. مثل البروجرس بار اللي حكينا عليه بكري، اللي هو البروجرس بار قلنا اللي هو لوحه التقدم. مثلا عندنا الفانكشنز، مثلا عندنا التكست بوكس نجم ندخل تكست. نحن بنروح الحاجه اسمها سبرايت. سبرايت هذه اللي هي تسمح لك انك تجيب مثلا تعمل ديزاين متاع شخصيه على الفوتوشوب مثلا او على 3D ماكس، وانك تسمح بالامبورتيشن متاعها في اللعبه. تكليك على سبرايت. نحن في الوقت الحالي ما بنملك حتى صوره، لكن بنحاول نعمل مربع ازرق. نعتبر هذا اللي هو الجيم كاركتر متاعنا، نعتبر هذا اللي هو شخصيه اللعبه متاعنا التي يجب علينا تحريكها، مثلا يمين شمال فوق اسفل. انا اذا ننزل بلاي هنا، اذا ننزل بلاي بتتحلي اللعبه. انا تو قاعد نضغط على على الكيبورد، يعني ما بيتحرك، قاعدين نحاول. يعني عنا الان الكاركتر متاعنا اللي هو هذا المربع الازرق، نحب نحركه لكنه ما بيتحرك. كيف بنخليه يتحرك؟ اللي هي طريقه سهله. مره اخرى نعمل دبل كليك في المكان الفارغ، يعني نقرتين. عنا الانبوتس، اول شيء عنا اللي هو الانبوتس، يعني اللي هو اللي شو راح تستعمل مع اللعبه متاعك. هل راح تستعمل مثلا الجيم باد؟ هل راح تستعمل لوحه المفاتيح الكيبورد؟ هل راح تستعمل الماوس الفأر؟ هل راح تستعمل التاتش؟ اللي هي التاتش اذا نحكيه على الهواتف الذكيه. نحن مثلا بنقول عايزين نستعمل الكيبورد. يعني الان حتى وضعنا في البروجكت متاعنا او في مشروع اللعبه متاعنا اللي قلنا راح نستعمل الكيبورد، هذه اول شيء، راح نستعمل لوحه المفاتيح للتحكم في اللعبه متاعنا. والان ايضا اضفنا اللي هو الكاركتر هذا المربع الازرق، واللي هو قلنا رانا نحن نحب نحركوه. الان اذا نضغط مره اخرى على البلاي ونحاول نحرك، مره اخرى لا يتحرك. يعني كيف ما قاعدين نشوفوا لا يتحرك. يعني نحن شو عملنا؟ نحن صممنا، نعتبر صممنا المربع الازرق هذا اللي هو قلنا شخصيه اللعبه متاعنا، وقلنا في البروجكت متاعنا اللي راح نستعمل الكيبورد لوحه المفاتيح كالانبوت متاعنا. لكن شو الناقص؟ الناقص انه نحن ما عملنا برمجه، الناقص انه نحن ما عملنا البرمجه للشخصيه متاعنا لكي يقع التحكم بها عن طريق لوحه المفاتيح. كيف بنستطيع نعمل هذا؟ نحن اذا عايزين نجعل الشخصيه هذه تتحرك باستعمال اللغه الام، مثلا لغه جافا، على الاقل يجب علينا كتابه ما لا يقل عن صفحه ونصف من الكودز باش نجعلوا هل الشخصيه هذه تتحرك، معناها يمين شمال فوق اسفل. لكن قلنا نحن الادفانتج ولا الايجابيات نتاع محركات اللعبه مثل الكونستراكت 2 اللي هو قلنا فيه خصائص موجوده بصفه اوتوماتيكيه يمكن استغلالها. كيف ذلك؟ مثلا نحن شو عايزين؟ عايزين انه الجيم كاركتر نتاعنا او شخصيه اللعبه هذه عايزين نحركه. اذا عايزين نحركه يعني نقرا واحده، نعمل له سيلكشن ونشوفه على الشمال فما شيء اسمه behaviors. يعني مره اخرى نعملوا نقرا باش نعملوا سيلكت لشخصيه اللعبه نتاعنا، وعلى الشمال بنلاحظوا شيء اسمه behaviors او للتصرفات. وقت نضغطوا على behaviors نشوفوا لهنا عندنا الساين مع، يعني لهنا behaviors نتاعنا فارغين. حاليا الكاركتر الازرق نتاعنا او شخصيه اللعبه
ما عنده حتى behaviors، ما عنده حتى تصرف. نقوله نحن عايزين نضيف لها behavior، عايزين نضيف لها تصرف. يعني الآن بنضغط على البلاس. كي نضغطوا على البلاس نشوفوا عديد الخصائص الموجودة. مثلاً بوليتس، مثلاً بلاتفورم، مثلاً كار. نحن في الخصائص هذه من كل حاجتنا بشخص بحركة واحدة اللي هي لهنا اسمها الموفمنتس أو التحرك. وفي الموفمنتس هذه اللي هي عنا الايت دايركشنز، يعني لهنا هي تسمح لك بالتحرك في ايت دايركشنز. نضغط اد أصبح لهنا البيهيفرز متاعنا ايت دايركشنز اكس. مرة أخرى الآن إذا نضغط نقرأ واحدة ونمشي للشمال behaviors بنلقى نفسي عندي behavior جديد اللي هو الايت دايركشن اللي انا كنت قمت باضافته. الان بنعمل بلاي مره اخرى للانترفيس بتاعنا. الان وقت نضغط على لوحه المفاتيح على الدايركشنز في لوحه المفاتيح قاعدين نشوفوا انه الكاركتر متاعنا أو شخصية اللعبة الآن وقعت تحرك في جميع الاتجاهات. يعني أول حاجة بنسمو شخصية صغيرة اللي هو هذه لوحة لشخصية اللعبة. بعد ما نسموه لازمنا نقوله في البرنامج متاعنا شو الانبوت. هل أنا راح نستعمل اللعبة اللي هي بتستعمل مثلا الكنترولر؟ هل هي لعبة اللي هي بتستعمل لوحة المفاتيح؟ هل هي لعبة التي تستعمل التاتش أو اللمس إذا نحكيه على الأجهزة الذكية؟ أو هل هي لعبة التي ستستعمل مثلاً الفأرة أو الماوس؟ نحن قلنا الانبوت متاعنا بش يكون الكيبورد لوحة المفاتيح. أضفنا لوحة المفاتيح، بعدين لازمنا نمشي نضيفه البيهيفرز يعني كيفية التصرف اللي هي هذه يعني خاصية موجودة. نحن الآن ما قمنا بحتى كودينج، نحن لقينا خصائص حاضرة موجودة، أذيك علش قلنا ready made functionalities خاصية موجودة وقمنا باستعمالها. الآن سريعا أنه ما بقاش عنا عديد، بقى عنا بعض الدقائق. مع حضرتك عايز يا دكتور. تفضل دكتور أحمد، مع حضرتك الوقت اللي حضرتك محتاجه يا فندم. الله يخليك. الآن مثلا قلنا عنا الكاركتر متاعنا هذا. الآن مثلا نريد أن نضيف وحش اللي هو كيف ما قلنا دبل كليك وعنا بما يعبر عنه سبرايت. دبل كليك على سبرايت نقر تتحلك هذه. كيف ما قلنا إذا شخص بيخدم على الفوتوشوب ولا بيستعمل الفوتوشوب ولا 3D Max مثلا يمكن أنه يصمم شخصية اللعبة على الفوتوشوب ولا على 3D Max ومن بعد بيستعملها دايركتلي في الكونستراكت 2. نحن حاليا ما بنملك حتى شخصية مصممة، لذلك بنستعمل في مربعات سهلة الاستعمال جيست معناها جيست معناها كتسهيل للبروسيس. مثلا نختار مربع، نختار اللون متاعه أحمر، يعني لهنا عنا الشخصية متاعنا اللي هو الأزرق، وعنا مثلا هنا الانمي أو الوحش مثلا اللي هو الأحمر. يقول القائل مثلا أنا عايز لما شخصية اللعبة متاعي أو الجيم كاركتر متاعي، لما الجيم كاركتر متاعي بيلمس الوحش بيموت، يعني بتنتهي اللعبة. يعني لما الجيم كاركتر بتاعي اللي هو الأزرق بيلمس الوحش اللي هو الأحمر، يعني الجيم كاركتر بتاعي بيموت. نجرب وتراه البلاي. حاليا على الانترفيس عندي للجيم كاركتر الأزرق اللي هو أنا، وعندي الوحش التي وضفته. نشوف ترى، نشوف لهنا وقع اللمس متاع الوحش اللي هو الكاركتر الأحمر، لكن ما وقع شيء. نحن في حين قلنا أنه الشخص لازمه يموت، يعني لازم أنا الكاركتر متاعي مثلا يموت. كيف بنعمل هذه؟
الآن لهنا بنحكيه على بعض الكودينج. يعني الآن بنحكي على الكودينج. إذا بنحكي على الكودينج ما عاد بنحكي على الانترفيس هذه، ما عاد نحكي على الواجهة اللي هذه، بنحكي على الإيفنت شيت 1. إيفنت شيت 1 اللي هو وين بش يقع الكودينج الكل. نبدأ بأول كودينج اللي هو add event. عندي قلنا نحن ديما اللي هو تحليل منطقي، اللي هو قلت لما الجيم كاركتر بتاعي، جيم كاركتر بتاعي اللي هو يعني سبرايت الأزرق، يعني لما سبرايت الأزرق بيلمس الوحش الجيم كاركتر بتاعي بيموت. بيلمس طول هنا لما تكليكينا، لما ضغطنا على سبرايت بتاعي لهنا بيعطيك عديد الخصائص الجاهزة، مثلا is between, is clockwise, is within angle. لهنا عندك عديد الخصائص. نحن قلنا لما بيلمس نشوفه، هلا لما بيلمس هذي عنيش خاصية موجودة مثلا في الكونستراكت 2 اللي هي لما بيلمس، عنا بما يعبر عنه collision enabled. شو يعني collision enabled؟ يعني لما يوقع تماس ما بين، تماس ما بين شكون الآن؟ تماس ما بين الشخصية الزرقاء، يعني الآن لما سبرايت الأزرق اللي هو سبرايت متاعي يوقع فما كوليجن أو التماس مع من؟ لهنا ما هيش كوليجن إنيبلد، لهنا عنا وقعنا خطأ. لازم نحن قلنا ما هوش، ما حشناش باليوقع تماس، نحن لازم حشنا انه يوقع تماس مع اللي هو الوحش او بما يعبر عنه بسبرايت الاحمر. يعني شو يعني؟ لهنا عنا on collision with another object. شو قلت انا؟ قلت لما سبرايت الازرق يصير فما collision with another object، الother object هذا اللي هو شو بيكون؟ اللي هو راح يكون سبرايت الاحمر. ده يعني نشوفه هنا على الشمال، السبرايت الأزرق اللي هو شخصية اللعبة لما بتوقع في تماس مع on collision with، يعني في تماس مع السبرايت 2 أو الوحش أو سبرايت الأحمر شو بيقع؟ يعني لهنا اللي هي if للأشخاص اللي يعملوا البروغرام، مثلا if sprite 1 is in collision with sprite 2. يعني لهنا بنحكيه على الكونديشن if. نحن لهنا حطينا الif. الآن لازمنا نضيفه اللي هو الريزالت. يعني نحن كيف ما تعرفوا الأشخاص اللي عندهم البروغرامين background، نحن عنا الif then، يعني if condition then شو الريزالت. نحن قلنا الif الكونديشن اللي هو إذا سبرايت الأزرق مع وقع التماس مع سبرايت الأحمر، السؤال شو بيصير؟ شو بيصير؟ نحن قلنا حسب تفكيرنا أنه نحبه السبرايت متاعنا يموت، سبرايت متاعنا اللي هو سبرايت الأزرق. كيف بيموت؟ مثلا أنا لهنا نقول ديما نقول يموت مثلا اللي هو رو حسب تفكير الديزاينر، يعني حسب تفكير المصمم، كل مصمم وكيف بياخذ اللعبة متاعه. مثلا أنا نقول بيموت بنعمله destroy. كيف بنعمله destroy؟ يعني شكون بنعمله destroy؟ يعني سبرايت أزرق اللي هو شخصيتي بنعمل لها destroy. عنا هوني خاصية اللي هي اسمها destroy. يعني نعاودو، سبرايت الأزرق إذا يوقع في تماس مع سبرايت 2 اللي هو سبرايت الأحمر، يعني هذه الـ if، هذه الـ condition، الـ result راني أنا سبرايت متاعي أو سبرايت اللعبة بنعمله destroy. نجربه الآن الـ play. أنا قاعد نحرك في شخصيتي مثلا وعن الوحش، نلاحظ لما وقع تماس اختفى الشخصية الزرقاء. لماذا اختفت الشخصية الزرقاء أو شخصية اللعبة اللي هي الآن نتحرك بها اللي هي الجيم كاركتر متاع البلاير؟ لأني أنا قلت للبلاير destroy، يعني الشخصية الزرقاء destroy. الآن ينجم يقول شخص الآن ما هيش واضحة كلعبة، أنا ما هيش واضحة. شو يعني ماهيش واضحة؟ مثلا أنا نحب وقت الشخصية الزرقاء تندثر ولا تدمر اللي هي destroy، أنا نحب مثلا نزيد نضيف للاعب ونقول له راي game over
ولا نهاية اللعبة، لأنه الآن هكا كلعبة ما هيش مفهومة. أنا وقع التماس مع شخصية الحمراء، هل لفات اللعبة شو صار؟ أنا مثلا نحب نقول نحب نعطي مسج للعب أن يفسر له رو game over. الآن لهنا كيف بنجم نضيف مسج؟ كيف ما قلنا نرجعوا لل إذا بنحكيه على أي object كما المسج كما الايمجز أي حاجة، رانا بنرجعوا لللايوت 1، يعني الايفنت شيت 1 هي فقط للكودينج. أنا طو نحب نضيف حاجة أخرى، مثلا لما الشخصية متاعي تلمس الوحش والشخصية متاعي تدمر destroy، نحب أنا نطلع مسج للاعب ونقول له راو game over. كيف بنعمل هذه؟ كيف ما قلنا double click بيعطيك عديد الأوبجكتس شو اللي تنجم تدخلهم. أنا نحب نستعمل text، يعني نشوف لهنا قبل كنا نستعمله في sprite، الآن أنا نحب نستعمل text، double click على text ونضغط نشوفه لهنا ولا عنا object اللي هو text. أنا في الأوبجكت هذا نحب نولي نسميه game over، نجيو على الشمال نلقاو text هنا ونكتب فيه مثلا game over enter، نشوفه لهنا اللي هي أصبح عندها game over. إذا نحبوا نعملوا play مرة أخرى شو نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي text متاعنا game over اللي هو موجود already exist، لكن أنا تكست هذا ما نحبوش يظهر لي طوى. أنا الجيم أوفر هذه نحبها تظهر لما يوقع تماس بين الشخصية الزرقاء والشخصية الحمراء، يعني أنا لما تبدأ اللعبة ما نحب نشوف جيم أوفر. جيم أوفر نحب نشوفها كونش لما تظهر بين تماس بين الشخصية الزرقاء والشخصية الحمراء. كيف بنقدر نعمل شيء هذه؟ كيف ما قلنا عن طريق الكودينج. شو يعني؟ يعني أول حاجة لما بنقرأ نعمل نقرأ على التكست ونجيو على الشمال عنا حاجة اسمها initial visibility. شو يعني initial visibility؟ يعني الرؤية المبدئية، يعني الرؤية من أول مرة. لهنا عنا visible، يعني لما نعمل play التكست بوكس هذا بيكون visible. أنا نحب نرده invisible، يعني لما بنعمل تشغيل للعبة متاعي رو التكست بوكس بيكون تكست مسج متاعي بيكون انفيزيبل. ترى نجرب، شفتوا الان اصبح المسج غير واضح، يعني المسج غير واضح. خنجربوا ترى الان لما نحب يقع تماس بين شخصيتي والوحش مظهر المسج، يعني انا اصبحت المسج انفيزيبل، يعني لما بنعمل تشغيل للعبه ما بيظهر لي المسج، لكن لما وقع تماس بين الشخصيه الزرقاء اللي هو شخصيه اللعبه اللي هو يتحكم بها اللاعب والوحش اللي هو الشخصيه الحمراء مظهر المسج بتاعي. كيف بنعمل؟ نرجعوا للكودينج. الان بنحكي على الكودينج. نحن ايش قلنا؟ قلنا اذا الشخصيه الزرقاء بيقع في تماس مع الشخصية الحمراء، أول شيء الشخصية الزرقاء بيصير لها destroy، هذه أول شيء. لكن ما هوش destroy فقط، نجم نضيف أشياء أخرى اللي هي نحن بالتحليل العادي متاعنا نقول لما يصير تماس راو أول حاجة أو أول شيء sprite متاعي بيصير له destroy. ثاني شيء راو بنحب أنه text message متاعي يولي visible. شو يعني؟ عندنا شيء لهنا add action، لما بنضغط على add action بنلقى التكست، يعني التكست بوكس عملت له إضافة. بنضغط double click على التكست بوكس وعندنا خاصية اللي هي اسمها set visible، نعمل له double click على set visible وعندنا لهنا visibility تولي visible. شو يعني؟ يعني لما سبرايت الأزرق بيعمل on collision with sprite الأحمر أو الوحش، أول شيء اللي بيصير إنه sprite الأزرق أو شخصية اللعبة اللي يتحكم بها اللاعب بيتصير لها destroy. ثاني شيء اللي هو text بيولي visible. ترى نعملوا play ونجربوا. كيف ما قلنا أول ما عملنا run اللي هو text ما هو موجود، ليش؟ لأن عملنا set
initial visibility او الفيزيبيليتي الاوليه اللي هي invisible، يعني لما بشغل اللعبه التكست ما بيظهر. الان لما نجرب نعمل تماس مع مع الوحش شو بيصير؟ يصير انه اول شيء انه الجيم كاركتر بتاعي وقع له ديستروي، ثاني شيء انه تكست بوكس لهنا ولا ظاهر اللي هو لهنا جيم اوفر. يعني كيف ما تلاحظوا لهنا بريسك للكودينج سهل وسهل جدا، والكل باستعمال خصائص موجوده اوريدي اكزيست او متوفره من قبل هل المحرك البحث هذا كونستراكت 2. يعني هذا الفرق ما بين مثلا استعمال محركات البحث ولا استعمال اللغه الام. اذا انت بتستعمل اللغه الام مثل جافا، اللي يعرف جافا ما فيهوش هي تلقى سبرايت حاضر وتلقى تكست حاضر، كل شيء لازم يكون عن طريق الكودينج. هذاك علاش محركات اللعبه اللي هي حتى الاشخاص مثلا ما عندهمش باك جراوند قويه في البروجرام ولا في الكودينج ينجموا ايضا انهم يتعلموا الكونستراكت ويعملوا به العاب قويه وقويه جدا. ساكتفي بهذا القدر في هذه الورشه، ان شاء الله كانت مفيده للجميع، وان شاء الله اذا فما اي سؤال مرحبا بكم على الايميل، نحاول نجاوب على كل الاسئله ان شاء الله. وشكرا. كل الشكر للتقدير لحضرتك دكتور احمد. انا هستاذن حضرتك في وجود 10 دقائق معانا في الورشه دي بحيث ان نفتح باب الاسئله للناس. تفضل. في البدايه في بعض الاسئله اللي سالت للورشه بيقولوا يا واحده انا ما ارجعش كله، ما هو البرنامج او التطبيق المستخدم؟ وحضرتك اتكلمت عن الكونستراكت ان هو اشتغلنا ده كبرنامج جيميفيكيشن بيشتغلوا بيه الناس في عمليه الالعاب التعليميه صح؟ ايه البرنامج هذا اسمه كونستراكت. البرنامج هذا فيه نسخه مجانيه وفيه نسخه لازم يقع الدفع له. يعني فيه نسخه مجانيه يمكن استعملها مجانا، وايضا اذا فما عديد الخصائص مثلا التي لا يمكن استعمالها الا لما 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 تدفع. طيب السؤال الثاني من دكتوره زينب بتقول امثله على البلاتفورم اللي نقدر نشغل عليها جيميفيكيشن. هو ما في بلاتفورم معين للجيميفيكيشن. كيف ما قلنا للجيميفيكيشن اللي هو استعمال عناصر اللعبه في سيستم معين. يعني ينجم انت يكون عندك سيستم معين وانك تستعمل فيه عناصر اللعبه في باش تخلي اللعبه السيستم هذا مثل اللعبه. مثلا نحن نعطيك اكزامبل من اليونيفرسيتي نتاعنا، يعني من المعهد نتاعنا. المعهد نتاعنا ايضا بيستعمل النقاط. شو يعني النقاط؟ يعني مثلا اذا توقع النشر في مجله علميه مرموقه بيعطيك مجموعه من النقاط ومجموعه من البادجز اللي هما كيف ما قلنا النقاط ولا البادجز اللي هما الشارات، هذم عناصر موجوده كونش في اللعبه. المعهد مثلا بيستعمل العناصر هذه نتاع اللعبه حتى في طريقه يعني التعامل مع الاساتذه ومع المدرسين ومع حتى الاداريين لشيء لتشجيعهم. شو يعني؟ مثلا نشوف انا زميلي عنده 50 نقطه لشيء لانه مثلا عمل منشورات 5 منشورات علميه مثلا. انا بصفه اوتوماتيكيا واللي انا متحمس لازمني انا زاد نبذل مزيد من الجهد، ولازمني انا ايضا يعني نوقع نشر بعض المنشورات نتاعي باش نربح اكثر من النقاط. يعني الجيميفيكيشن ولا انظمه التلعيب ما في بلاتفورم معين، انت تستعمل عناصر اللعبه كي في اي نظام اللي تحبه، كما شفنا في المودل، كيف ما شفنا حتى في الحياه اليوميه، كيف ما شفنا مثلا في اللينكد ان اللي هي عناصر اللعبه وتحطهم في المحتوى بتاعك. شكرا لحضرتك يا دكتور. في دكتور رحاب بتقول ان في منصات وذكرت 3 امثله، هناخد مثلا زي كلاس كرافت، دي منصات فيها عناصر العاب تعليميه وبتضيف للمحتوى. اي ثينك ان حضرتك بتشرح كمثال دكتور رحاب. لو في اي سؤال لاي حد من حضور الكرام ممكن يكتب واحد في الشات ونفتح له المايك. في عندنا حد رفع، الدكتورة زينب فوزي رفعت ايدها، اتفضلي يا دكتور زينب.
السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتوا هو انتوا بتقدموا كوميونيتي للجيميفيكيشن وكده؟ متاسف يمكن نتعاود. كوميونيتي يعني مجتمع ناس بتذاكر جيميفيكيشن او الحاجات دي يعني. اي نحن معناها باحثين واساتذه في الجيميفيكيشن والايديوكيشن والجيمز يعني في انظمه التلعيب والالعاب التعليميه. طب عايز اعرف اسماء اماكن يعني وكده. اسماء اماكن ايش؟ نتدرب فيها مثلا او نذاكر كورسات منيها اي حاجه من الحاجات دي يعني. مثلا في الكونستراكت 2 يعني السوفت وير اللي كنا نشوفه فيه مع بعض عنده موقع رسمي اللي هو construct2.com I think. يعني تنجم تكتب على الجوجل construct2 ويطلع لك الموقع الرسمي. مثلا في الموقع الرسمي هذا فيه عديد التوتوريالز يعني عديد الدروس السهلة والمجانية أيضا بالفيديو حتى بالصور اللي تخليك تبدأ بطريقة سلسة كيفية استعمال مثلا construct2 لبرمجة لعب سهلة وسهلة جدا. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك. انا بتوجه بالشكر باسمائيات الشكر لحضرتك دكتور احمد على وجودك معنا في الورشه الحاليه، وبشكر كل الحضور الكرام وبشكر حضرتك على وقتك الثمين. احنا جايبين حضرتك من ابحاثك، شكرا ليك جدا جدا يعني على كل المجهود اللي حضرتك بذلته وعلى المعلومات الجديده اللي احنا اشتغلنا عليها. انا بقول لحضراتكم ان شاء الله ده احنا الورشه الجديده اللي موجوده معنا يعني باشر دكتور احمد ان شاء الله تبقى موجوده خلال الاسبوع القادم على الانترنت، بحيث ان هي تبقى موجوده على القناه بتاعتنا. بس بالرجاء الشخصي احنا بنعمل التقييم لكل الورش اللي احنا بنعملها ودربت الخاصه بعمليه التقييم، بحيث ان احنا نقيم الورشه. وكمان اللي ما يعرفش الجروب الموقع بتاع اليوتيوب بتاعنا ده رابط اليوتيوب بتاعنا كمان، واللي حابب ان هو يشترك معنا في الكوميونتي بتاعتنا اللي موجوده على الفيسبوك ده الرابط بتاعها كمان. واحنا بنشكركم على وجودكم معانا وبنرحب بيكم في اي وقت. واللي حابب يشارك معايا او يتواصل معايا ويعمل ورشه متخصصه في تكنولوجيا التعليم او التعليم الالكتروني على مستوى الوطن العربي، انا هسيب الرقم الشخصي بتاعي عشان يتواصل معايا. شكرا جزيلا. وان شاء الله دكتور احمد بعد اذن حضرتك الباوربوينت حضرتك ممكن تبعته لنا بي دي اف، بحيث ان انا لو مسموح لو متاح، بحيث ان انا اكيد ان شاء الله غدوه شنو أيوة السبت ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله انه يكون موجود عندكم ان شاء الله. والله بحيث كل المشاركين الحضور الكرام اللي شاركوا معايا في عمليه التقييم ان شاء الله هبعت لهم اللينك ده وابعت لهم الباوربوينت ان شاء الله. ان شاء الله يعني انا هاول الايميل بتاعي اذا عندكم اي اسئله. إذا فما أي سؤال مرحبا بالجميع، وأنا على الذمة في أي وقت آخر. أنا تحت أمر حضراتكم، يعني أنا بشكركم وبشكر وجودكم معانا وبشكر دكتور أحمد، وإن شاء الله ما تتقطعش وتبقى في ورش كبيرة مع دكتور أحمد بإذن الله في وقت قريب بإذن الله. وإلى اللقاء في مرة قادمة مع إيميرج أفريكا بالعربي إن شاء الله. الله يخليكم، سلام. مع السلامة.